والآن مع جولة الأخبار من كل دار يوردها لكم مختصرة مهدي سليمان. دعت بلدية مدينة أبوظبي إلى ضرورة التقيد باشتراطات تركيب الأسوار المؤقتة في مناطق المشاريع الإنشائية وتوفير معايير الأمن والسلامة سواء للعاملين داخل الموقع الإنشائي أو للمجتمع المحلي المحيط بالموقع، وذلك حفاظا على سلامة أفراد المجتمع والممتلكات العامة والخاصة وتعزيزا للصحة العامة، مشيرة إلى أهمية الالتزام بمتطلبات المظهر العام المتعلقة بالأسوار المؤقتة والمحافظة على المشهدية الجمالية للشوارع ومناطق المشاريع. وأكدت أهمية استصدار التصاريح اللازم لتركيب الأسوار المؤقتة في جميع المناطق من الجهات المختصة ممثلة ببلدية مدينة أبوظبي، وذلك قبل الشروع في عملية تركيب الأسوار.